السؤال الثاني يا وليد يقول: تفتيش جوالات الأبناء ظلم لخصوصيتهم. تفتيش جوالات الأبناء ظلم لخصوصيتهم. أنت يا وليد إذا فتشت جوال ابنك. ابني كم عمره؟ لا في ما في يعني بشكل عام يعني تعبير يعني وصف مجازي. صار عمره 6 سنين 7 سنين فرقة عن عمره 19. يعني طبق طبقها على مثلا أبوك وأبنائه. طيب. تشوف أنت تفتيش جوالات الأبناء ظلم لخصوصيتهم؟ خصوصية الأبناء؟ في فئة عمرية أبو هراي. بشكل أنا قلت لك بشكل عام. بشكل عام؟ بشكل عام. لا. ظلم صح. ظلم لهم، إذا أنا بهرجك في العمر فوق ماني مهرجك. يعني أوافق أو أرفض أو أحتار. أوافق. طيب نثبت وناخذ أخوه سلطان. سلطان؟ سلطان معي؟ سلطان؟ معك. طيب سلطان سم. وليد بشكل عام إذا جيت تقنع بحاجة هل هو من الأشخاص اللي صعب إقناعهم في الأمور الخاصة أو الأمور اليومية؟ يعني أنت عندك حاجة تبي تقنع وليد فيها، مثلا بتشتري سيارة معينة ولا تبيه يسوي حاجة معينة، هل إقناع وليد صعب؟ هذا قناعة صعب. إذا هو فهمها صعب. لا ما صعب. طيب تمام. حنا وليد على العموم كان سؤالك تفتيش جوالات الأبناء ظلم لخصوصيتهم، والاختيار اللي اخترته قلت أوافق صحيح؟ هي أوافق مع أن عندي إشكالية في السؤال. طيب أنا قلت لك بشكل عام واخترت بشكل عام. فرق يا أبو فرق من ورع عمرها 6 سنين ورجال عمره 19. هذا مع جوال هذا مع جوال. فإن شاء الله في الفقرات الجاية بنحاول نحن إيش نحدد الفئة العمرية، لكن الحين بشكل عام أنت اخترت أوافق، والإجابة كانت مثل ما نشوف الشاشة أرفض وناقص 50. خبر هذا بلاش. ذاك اللاش يا شباب، توقعون وليد بيعوض الثلاث إجابات الثانية؟ يعوض. طيب إذا هو بيعوض إذا تشوفون إنه بيعوض الثلاث إجابات الجاية إن شاء الله يعني بيقلب الكفة على الإجابات الخاطئة، سمعوني أقوى تحية الوليد. تفكير أكيد. شوف بشكل عام بس منظورك بعلمك منظورك لأي شيء كان منظورك للشيء يكون من زاوية محددة، ومنظور أخوك ولا منظور أي شخص ثاني بيكون من زاوية أخرى. أكيد. فهمت قصدي؟ أكيد. فالسؤال كان بشكل عام، أنت تنظر لها بناحية وغيرك بينظر لها أنه لا بشكل عام أنه ما يجوز. فهمت؟ فهي آراء فيها توافق وفيها اختلاف. ما فتشنا الجوال من يوم أنا صغير. كيف يعطي السؤال؟ طيب حمد الأكلبي السؤال الثاني.